السلام عليكم يا شباب، رجعنا مرة تانية مع فيديو جديد من الفيديوهات بتاعتنا. هنتكلم النهاردة عن تكملة A Lateral Wall of the Nose. لو انتوا فاكرين في المرة اللي فاتت في A Lateral Wall of the Nose، معلش ممكن يكون السهم ما كانش او المؤشر ما كانش شغال المرة اللي فاتت، فان شاء الله لو في وقت ممكن نعيد الفيديو اللي فات مرة تانية. بص، في A Lateral Wall of the Nose كنا بنقول ان احنا في عندنا 3 عظمات بتكون A Lateral Wall of the Nose. ايه بقى ال3 عظمات اللي كانوا شغالين عندنا في A Lateral Wall of the Nose؟ بص كده، اول عظمه عندنا كنا بنقول العظمه اللي تحت دي كان اسمها الماكسيلا، اللي هي شيل الاسنان، كانت بتطلع انفيرولي وانتيرولي، فبتكون بيربنديكولار بليت اوف ماكسيلا، بيكون جزء من اللاترال وول اوف ذا نوز. وكنا بنقول ان في عندنا فوق حاجه اسمها الكريبري فورم بليت اوف اثمويد، كان بينزل يديني بارت من اللاترال وول اوف ذا نوز زي ما انتم شايفين كده لونه اخضر هنا اهو. اخر عظمه عندنا كان عندنا البلاتاين بون، اخر جزء في البلات كان بيطلع منه زي ايه ده كده، كنا بنسميها البربنديكولار بليت اوف بلاتاين بون، بيكون البوستيرور بارت اوف ذا لاترال وول. ملحوظه، لما تيجي تبص على اللاترال وول هتلاحظ ان اللاترال وول مش مستوي زي الميديال وول، يعني هتلاحظ ان فيه ارتفاعات وانخفاضات وحاجات داخله وحاجات خارجه. طب تعالى كده نبص نشوف الميديال وول عشان نقارن بينه وبين اللاترال وول. بص كده، ده كان الميديال وول بتاع النوز. تلاحظ ان هو سموث الى حد ما، صح، لكن اللاترال وول زي ما انا لسه شايفه دلوقتي كده، اللاترال وول بتاعي مش سموث، لا تحس ان فيه الى حد ما حاجات بروجكشنز وديبريشنز، حاجات مرتفعه وحاجات منخفضه. طب تعالى نشوف صوره تانية لللاترال وول اوف ذا نوز. بص معايا كده، بص كده للصوره دي، يعني يمكن تكون الصورة دي أوضح شوية لأن هي ما فيهاش الألوان. هتلاحظ إن أنا في عندي، بص كده، كام ارتفاع، ده ارتفاع فوق أهو، الارتفاع التاني أهو، الارتفاع التالت في اللاترال وول أوف ذا نوز أهو. فقالك والله كل ارتفاع من الارتفاعات ده بنسميه له اسم كده مميز، بنسميه كونكا. كونكا هتلاقي عندي سوبيرور كونكا، ميدل كونكا، انفيرور كونكا. انا عايز الناس تفتكر كلمة كوانا، كنت بقولك ان انا بفتح من قدام بنيرز، بقولك اسمها الانتيرور نيرز، فتح النوز من قدام، ومن ورا كان اسمها كوانا. فرق بين كلمة كوانا اللي هي فتح النوز الخلفية، وكلمة كونكا اللي هو الارتفاع او البروز اللي موجود في النوز. في مصطلح كده بيقولك ان النوز، the lateral wall of the nose is having three projections، يعني فيه 3 ارتفاعات، 3 مناطق مرتفعة، each of them كل واحدة منهم اسمها كونكا، superior كونكا، middle كونكا، inferior كونكا. وبعد كده بيقول لك the space below each كونكا، يعني المنطقة اللي تحت كل كونكا. لو انت ملاحظ دي مش ده مرتفع، يبقى اكيد في تحته منطقة منخفضة هي مظلة بالاسود تحت وداخلة تحته كمان. قال لك، بيقول لك the space below each كونكا، يعني المنطقة اللي تحت كل واحدة من الكونكاز ديت بنسميها ميتس. يبقى كده يكون عندي في superior ميتس، middle ميتس، inferior ميتس. تعالى كده نشوف شكل الميتاي دي والكونكا عامله ازاي. بص كده، انا ايه اللي انا هعمله، الصوره اللي انا هوريها لك دلوقتي، انا عامل ازاي قاطع بالشكل اللي كده، قاطع في المنطقه دي، يعني واخد الميدل كونكا والانفيرو كونكا، وبوريك الميتاي اللي تحته اللي هي الميتس، الميدل ميتس والانفيرو ميتس. تعالى كده نشوف شكلها. بص كده، دي النوز اهي، ده السيبتم بتاع النوز، وده اللاترال وول. بص كده، دي السوبيريور ميتس او السوبيريور تيربنت زي ما انت عايز تقول عليه، سوبر كونكا، سوري، دي الميدل ودي الانفير. بص كده، تحتها في منطقه اهي، منطقه اهي، منطقه اهي، ال3 مناطق دول كل واحده بنسميها ايه، بنسميها ميتس، سوبيرور ميتس، ميدل ميتس، انفيرور ميتس. يبقى البروز اسمه كونكا، المنطقه اللي تحته تدعى بميتس. اوكي، طب ايه فايده الكلام ده؟ شايف البارا نيزل ساينسز اللي على جنبهم دول، اللي هي التجويفي اللي داخل العظم، اللي انا كنت بقول لك عليهم عددهم 4؟ ايوه، البارا نيزل ساينسز دي اصلا المفروض تفتح في النوز. انت بتفتح في النوز ازاي؟ تفتح في النوز تحت الكونكا في منطقة الميتس ده، وهنعرف كل برا نيزل ساينس من البرا نيزل ساينس اللي حوالين النوز بيفتح فين بالظبط تحديدا، في السوبيرور ولا الميدل ولا الانفيرور ميتس. اوكي، بس في حاجة معينة انا عاوز اوريها لكم. خلونا نرجع للصورة اللي فاتت كده. ايه اللي انا عايز اعمله بقى؟ انا هقطع الميدل كونكا دي وهقطع الانفيرور كونكا عشان اوريك المنطقه اللي تحتهم عامله ازاي. كويس، بص كده، في الصوره دي انا قطعت السوبيرور كونكا والميدل كونكا والانفيرور كونكا. تحت الانفيرور كونكا مفيش حاجه، ميتس عادي مفيش مشكله، والسوبيرور كونكا برضو ميتس. لكن بص كده في الميدل، انا عايز اكبر الصوره عشان اوريك ايه اللي تحت الميدل ده.
بص كده، ساعة ما قطعت الميديال كونكا في الميدس اللي تحتها ظهرت لي حاجة كده مرتفعة عاملة شبه نص الدايرة كده. أيوة، الحاجة المرتفعة دي بنسميها ايه؟ بنسميها بولة. بولة. طيب لو انت فاكر، كان مش في هنا كان الكريبريفورم بليت اوف اسمويد، وكانت ديت البربنديكولار بليت، او سوري اللاترال بليت اوف اسمويد. فقالك والله دي بولة في الاسمويد بون، فنسميها بولة اثمويدال. بولة اسمويدال. البولة اسمويدال موجودة فين؟ موجودة تحت الميدل كونكا في منطقة الميدل ميتس. طيب بص، تحت البولة اسمويدال في حاجة كده شبه نصف الهلال، شايفها اللي انا ماشي عليها بالسهم دي كده؟ ايوه، البولة تحتها بنسميها ايه؟ بص، هي فتحة اسمها فتحة يعني هيتس، وشبه هلالية او نصف هلالية يعني سيمي ليونر، فنسميها ايه؟ هيتس سيمي ليوناريز. يبقى تاني، ده اسمه الميدل كونكا، تحته منطقة اسمها ميدل ميتس. في الميدل ميتس في حاجة كده دائرية مرتفعة في الاسمويد بوم بنسميها بولا اثمويدال. تحت البولا اثمويدال في هياتس سيمي ليوناريز. هياتس سيمي ليوناريز. اوكي، طيب عايز اوريك برضو حاجة تانية كده. بص كده للصورة اللي انا هوريها لك دي. بص كده، خلينا نرجع للصورة اللي فاتت برضه، في حاجة نسيناها. بص يا سيدي، مش دي الاسفينويد بون؟ كنت بقولك ان دي عظمة كده اسمها الاسفينويد. لو انت فاكرين في الروف كنت بقولك جبدة من قدام، بنيزال بون، فرانتال بون، كريبري فورم بليت اوف اسمويد، وبعد كده الاسفينويد بون. بص كده، ما بين الاسفينويد بون والاسمويد بون في حتة كده منخفضة هنا، اسمها ايه دي؟ اسمها سفينو اثمويدال ريسس. سفينو اثمويدال ريسس. انا كنت بقول لكم ان المناطق دي بتفتح فيها البرا نيزل ساينسز اللي حوالين النوز، صح؟ طيب شايف الاسفينويدال، تعالى كده نقولهم واحده واحده. الاسفينويدال اير ساينس بيفتح فين؟ بيفتح في السفينو اثمويدال ريسس، زي ما انت شايف السهم ده معلم كده. الاسفينويدال اير ساينس اول واحد اهو بيفتح في السفينو اثمويدال ريسس. اوكي تمام. طيب ايه تاني بقى؟ بص كده، انا عايز اوريك ده الفرونتال اير ساينس، صح؟ والماكسيلاري، لو حد يعني عايز يشوف الماكسيلاري، احنا كنا لسه موريينكم الماكسيلاري دلوقتي. خلينا نصغر الصورة دي عشان اوريك الماكسيلاري. اهو ده الماكسيلاري اير ساينس، الماكسيلاري اير ساينس اللي موجود في عظام الوجنة على جانبي الفيس. اوكي طيب، حد عارف ايه ده؟ دي اللي اسمه ايه البون يا جماعة؟ اللاترال وولف ذا فيس اهو. مش ده السيبتم وده اللاترال وول اوف ذا نوز؟ دي الاسمويد بون، في جواها تجاويف اهي. التجاويف دي هي الاسمويدال اير سيلز. الاسمويدال اير سيلز. طب انا عايز اشوف عدد الاسمويدال اير سيلز، تعالوا كده نشوف عدد الاسمويدال اير سيلز ازاي. ايوه الصورة دي، خلونا كده نكبر الصورة عشان نشوف الوضع بتاعنا عامل ازاي. بص كده، الاسمويدال اير سيلز هتلاحظ ان فيهم 3 اسهم. اوكي، الثلاث اسهم دول بيبينوا لي اماكن الاسمويدال اير سيلز. انا بوزع الاسمويدال اير سيلز ازاي؟ بقول والله ان انا عندي انتيرور اسمويدال اير ساينسز، ميدل اسمويدال اير ساينسز، بوستيريور اسمويدال اير ساينسز، زي ما انتم شايفين كده بال3 اسهم. طيب انا قلت لك ان الاسفينويد ساينس بيفتح فين؟ قلت لي في الاسفينو اسمويدال ريسس قدامه بالظبط. طب البوستيريور اسمويدال، معلش احفظهم معايا كده، البوستيرور اسمويدال بيفتح فين؟ بيفتح تحت السوبيريور كونكا في السوبيريور ميتس. طب الميدل بيفتح في البولة اسمويدال، الحتة اللي جت مرتفعة دي، فاكرين كان في حتة كده مرتفعة تحت الميدل ميتس او تحت الميدل كونكا في الميدل ميتس. طيب بالنسبة للانتيرور اسمويدال، لو انت شايفه كده هتلاقيه رايح فين؟ رايح للهيئة السيميليوناريز، الخط اللي هو النصف دائري اللي كان تحت البولة اسمويدال، رايح لبارت من الهيئة السيميليوناريس. اوكي طيب، تعالوا بقى نشوفهم على الصورة في الوضع الحقيقي بتاعه. ايوه الصورة دي جميلة جدا وممتازة جدا جدا جدا. بص كده، دي ايه؟ دي الاسفينو اسمويدال ريسس، فاتح فيها ايه؟ فاتح فيها الاسفينويدال اير ساينس. طب حد عارف المنطقة الملونة بالابيض دي ايه؟ دي تحت السوبيريور ميتس، دي السوبيريور ميتا سوري، تحت السوبيريور كونكا بيفتح فيها ايه؟ انا لسه قايلك دلوقتي السوبيريور ميتس بيفتح فيه ايه؟ بيفتح فيه البوستيريور اسمويدال اير ساينس. طيب رقم
الملونة اللي انا ماشي عليها دي، مش دي البولة اسمه ايدال؟ بيفتح فين؟ بيفتح فيها ايه البولة اسمه ايدال؟ بيفتح فيها الميدل اسمه ايدال اير ساينس. طيب تالت حاجة، شايفين اللون المعلم اللي انا معلم عليه كده اللي هو في النص ده كده، مش ده الهيئة السيميليونارز؟ في منتصفه الانتيرو اسمه ايه ده الاير ساينس بيفتح. يبقى كده تعالى نعيد التلاتة اسمه ايه ده الاير ساينس. الانتيرو اسمه ايه ده الاير ساينس بيفتح فين؟ في الهيئة السيميليونارز. طيب الميدل اسمه ايه ده الاير ساينس بيفتح فين؟ بيفتح على البولة اسمه ايه ده. البوستيرو اسمه ايه ده الاير ساينس بيفتح فين؟ في السوبيريور ميدس تحت السوبيريور كونك. كده فاضلي من ال من الاير ساينسز اللي هي البرا نيزل ساينسز، فاضلي منهم اتنين، فاضل الفرونتال اير ساينس. لو انت شايف الفرونتال اير ساينس نازل نازل نازل، بيفتح فين؟ بيفتح في الانتيريور بارت اوف هياتس سيميليونيرز. بقى فاضل لي اخر حاجه عندنا، ايه بقى الحاجه اللي فاضله؟ الماكسيلاري اير ساينس. لو انت فاكرين الماكسيلاري اير ساينس، انا لسه موريكم الماكسيلاري اير ساينس اهو، كنا احنا لسه شايفينه في الصوره دي اهو. ده الماكسيلاري اير ساينس بيفتح فين؟ بص ده الانفيرور كونكا تحت الانفيرور ميتس، دي الميدل كونكا تحتها الميدل ميتس. بص كده الماكسيلاري اير ساينس رايح يفتح فين؟ رايح يفتح تحت الميدل ميتس، او رايح يفتح في الميدل ميتس تحت الميدل كونك. اوكي يبقى ده ايه؟ ده الماكسيلاري اير ساينس. عشان بس الناس اللي ما كانوش متخيلين البول ان البول اسمويدال في الاسمويد بون، بص كده ده الاسمويد اير ساينس تحديدا بالظبط الميدل اسمويدال اير ساينس، هو اللي عامل البولة اسمه ايدال، المنطقة المرتفعة اللي تحت الميدل كونك. اوكي ممكن اكون بشرح بسرعة، فلو انت في حاجة مش عارفها وقفها كده وحاول تعيد تسمعها تاني. تعالى كده نرجع للصورة اللي فاتت عشان نجمع الحاجات اللي احنا قلناها كلها. في الاسفينو اسمه ايدال ريسيس بيفتح الاسفينو ايدال اير ساينس، في السوبيرور ميتس تحت السوبيرور كونكا بيفتح البوستيرو اسمه ايدال اير ساينس، في البولة اسمه ايدال المكونة اصلا بالميديال اسمه ايدال اير سيلز بتفتح الاسمه ايدال الميديال اسمه ايدال اير سيلز. طيب في منتصف الهياتا السيميليوناريز بيفتح الانتيرور اسمه ايدال اير سيلز، في الانتيرور بارت بتاعه بيفتح الفرونتال اير ساينس بينزل كده عشان يفتح فيه، وفي البوستيرور بارت بتاعه بيفتح الماكسيلاري اير ساينس. طيب بالنسبه خلاص كده احنا خدنا السفينو اسمه ايدال ريسيس والسوبيرو اسمه ايدال والميدل اسمه ايدال، فاضل لي الانفيرور اسمه سوري الهيئة السيميليوناريز والسوبيرور ميتس والميدل ميتس، فاضل لي ايه؟ الانفيرور كونكا وتحتها الانفيرور ميتس. شايفين النقطه الحمراء دي؟ ده ايه بقى؟ بص كده معايا عايز اوريكم حاجه. جميلة أوي الصورة دي. بص كده ده الجهاز الدموي بتاعنا يا جماعة، الغدة بتاعت الدموع دي بتنزل تنزل منها الدموع عشان تبقى قدام العين قدام الكورنيا بتاعتنا، وبعد كده تيجي تتصرف في حاجة اسمها نيزو لاكريمال داكت. طب النيزو لاكريمال داكت تتصرف الدموع بتاعتها فين؟ أكيد لازم تصرفها على أقرب حاجة عندها اللي هي ايه؟ النوز. فتصرفهم فين؟ بص كده دي السوبيرور كونكا، دي الميدل كونكا، دي الانفيرور كونكا. تصرفهم فين؟ تحت الانفيرور كونكا في المنطقة اللي اسمها الانفيريور ميتس. اوكي يبقى لما ارجع تاني واقول لك ايه النقطه الحمراء دي، هتقولي دي فتحه النيزو لاكريمال داكت اللي بيتفرغ الدموع تحت الانفيريور كونكا في الانفيريور ميتس. في الكتاب بتاعنا ذاكر حاجه اسمها الانفانديبولم، يعني انا برضو ممكن اوريها لكم كده الانفانديبولم دي، خلونا نشوفها. بص كده شايفين الحته القمعيه اللي في فتحه الماكسيلاري اير ساينس اللي هتدخله على المنطقه بتاعه الميدل ميتس، شايفين المنطقه القمعيه دي كده، المنطقه المثلثه دي كده، دي الانفانديبولم. فبيقول لك ان ده بروز كده في نهايه الماكسيلاري اير ساينس بيدخله او ريسيس بيدخله على منطقه الهياتس سيميليونيرس. اوكي الموضوع سهل يعني ان شاء الله. طيب في برضو حاجة كده عايزين نتكلم عنها بعد ما اتكلمنا عن الفتحات بتاعة الاير ساينسز، عايز اوريكو فتحة بص كده للصورة دي، شايفين الفتحة دي؟
هاي الفتحة اللي بشاور عليها دي الاسفينويد بون ودي البلاطاين بون، صح؟ هي ما بين الاسفينويد والبلاطاين، فبسميها سفينو بلاطاين فورامين. فورامين يعني فتحة. قالك والله الاسفينو بلاطاين فورامين دي تعتبر فتحة بتصل النوز زي ما انتم شايفين كده، اللي هو اللاترال وول اوف ذا نوز، بفصة اسمها التيريجو بلاطاين فصة. فين التيريجو بلاطاين فصة دي؟ انا هوريكو بقى، عاوز اخرج للسكال من بره عشان اوريكو التيريجو بلاطاين فصة. بص كده للصورة دي، بص يا جماعة دي بليت كده من البون اسمه التيريجويد بليت. طبعا ده الاوربت، وده كان الزيجوماتيك بون، وهنا المكسل. بص كده التيريجويد بليت دي المكسلة اللي شايلة البلت، في فتحة بينهم هنا، هي بنسميها ايه دي؟ بنسميها التيريجو بلاتاين فيشر، ما بين التيريجويد بليت والبلت التيريجو بلاتاين فيشر، بيدخلني جوه على فصة اسمها تيريجو بلاتاين فصة. بيقول لك ان الفصة دي ممكن حاجة تدخل منها هنا. طب لو دخلت من هنا؟ قال لك والله ممكن توصل للنوز. طب توصل للنوز ازاي؟ عن طريق الفتحة اللي انا لسه موريها لك دلوقتي حالا، الفتحة دي كده اللي اسمها الاسفينو بلاتاين فورامين. ممكن تدخل عن طريق الترجو بلاطاين فصة، تخرج عن طريق الاسفينو بلاطاين فورامين عشان توصل ليه؟ فين؟ للنوز. اوكي تعالوا بقى نبدأ جزء جديد خالص، نبدأ في الفيديو الجاي عشان نتكلم بقى عن توزيع النوز والنيرف سبلاي بتاعها، وبعد كده نتكلم عن البرا نيزل ساينس. اشوفكم بخير في فيديو جديد. سلام عليكم.